حضرتك قلتي الخجل قد يكون ايجابي ومحمد وهو بيتكلم في بدايه الانترو بيقول جريء بحدود ليه يبقى جريء بحدود وليه الخجل ممكن يكون ايجابي يعني فين المشكله ان الطفل يكون جريء لاقصى درجه و و واعتقد ان في فرق بين الخجل والحياء ليه الخجل ان هو يتكسف يعبر عن نفسه او يتكسف يطلب حاجه او يتكسف يرفض حاجه ده ممكن يكون شيء ايجابي ده اللي انا بقوله ان هو لما يوصل لمرحله انه مش قادر يعبر عن ذاته مش قادر يتكلم مش قادر يتفاعل هنا الخطر لكن لو خجول في مواقف معينة أول مرة يشوف شخص معين فعنده حتة الخجل حتة الكسوف فدي مطلوبة أو دي عادي سلوك طبيعي جدا لكن أنه يوصل لمرحلة أنه هو ما عندوش القدرة على التفاعل والتعامل مع الآخر وعنده الرهبة وعنده الخوف في وجود مساحات لما يكون موجود وسط جماعة أو مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من الناس فدي نبدأ نقول هنا خطر فعشان كده بقول أن الخجل مش كله سلبي هو سلبي جزء جيب. منه سلبي وجزء منه ايجابي. دكتوره منى امتى الخجل يتحول الى انطواء؟ وهل الانطواء قيمه اكثر سلبيه؟ لانه في بعض الاحيان الخجل مطلوب، آه، الخجل انه في طلب امر ما، في التعامل مع الناس، ودي صفه من الصفات البشريه. آه، الانطواء اكثر يعني ضررا وايه الفرق ما بين الانطواء والخجل هو ده بقى لما نوصل لمرحله الانطواء ونوصل لمرحله الخوف والرهبه هي دي مكمن الخطر هنا نتكلم عن المشكله لكن الخجل في الصور الايجابيه ده مطلوب ده بالعكس ده احنا دلوقتي بنطالب الولاد عندهم يعني في حاله من من التشكي من من الفاعلين في التنشئه الاجتماعيه مم. من اولياء الامور والاباء او المعلمين في مدى جراه جراه الاطفال في التعامل وازاي الاساليب العدوانيه وعدم السيطره عليهم يا دكتوره مش مش جراه الجراه يعني في تعريفي طبعا حضرتك اللي هتقولي لنا التعريف العلمي لكن انا شايفه ان الجراه دي يعني انه يكون مقدام ان هو ما يخافش يواجه انه لكن ال الاعتداء على حق الاخرين التبجح في الرد الـ الـ لو يجوز لنا استخدام التعبير الدارج يعني في شرق العين الجامده دي هي ده الشيء السيء شفتي يا استاذه منى حضرتك اتكلمتي عن صفه واحده اه بصورتين صوره ايجابيه وصوره سلبيه آه. يعني الاثنين نفس وطريقه استخدامهم هي اللي بتختلف هي طريقه استخدامهم أوكي. اللي بتختلف لما يكون في تعدي وعدم احترام وعدم اقتراس وعدم تقدير للي قدامي ده ما ما اقول جرأه لا لا, لا لما خالص. يكون في تعدي لا ده مش جرأه ابدا طب. لكن لما يكون عنده القدره على التعبير عن ذاته القدره على انه يقدر يعبر انه يقدر يتفاعل انه يقدر يتكلم انه يقدر يشارك بشكل ايجابي ده شيء مطلوب جدا وعشان كده حته الانطوائيه ما م. نتكلمش بقى عن الخجل ك... يعني نتكلم عن الاعتزاليه او العزله والانطوائيه والرهبة زي ما بقول لحضرتك كده من العالم الخارجي ومن التفاعل مع الناس <applause> لو هنجي هنتكلم عن الانطواء هنلاقي ولادنا دلوقتي بشكل كبير جدا، مم. الاسر بتسيبهم بشكل كبير جدا يتفاعلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدد ساعات كبيره جدا، مم. وبدون التدخل او معرفه ايه المحتوى صحيح. اللي هم بيتعرضوا ليه. ده ما بيخليش عندهم الجانب الاجتماعي ناشط في حياتهم، ما بيتفاعلوش مع اقرانهم او مع اسرهم او مع المحيط الاجتماعي. دي حقيقه لدرجه دلوقتي نقول ايه ده الله ده بقى عنده توحد، صحيح. توحد مع الاله اللي بيتفاعل معاها لانه ما فيش ما عندوش اندماج اجتماعي.